هنا مدرسة الحب. ما معنى مدرسة الحب؟ وهل الحب يعلم؟ لا، الحب لا يعلم، الحب يعلم. المرء مع، هذا كلام سيدنا صلى الله عليه وآله. ما المسافة التي بينك وبين سيدنا الحسين؟ حرفين، حب. ما في مسافة، حب. أنت الحمد لله تحب، لكن حرك معنى المحبة هذا. المرء مع، فأنت الآن في معية، مع من أحب، الحمد لله على ذلك. الحياة فيك الحب، لكن لتجد الحب فيك فتحيا به عليك أولا أن تموت من أجله. كيف؟ موت لحياة، نعم موت لحياة. أمت نفسك تحيا الحب من روحك الذي يشغب على مجل الحب منك فيك إليك، إنما هو النفس. فإن أمتها أبصرت وذقت وسمعت وخاطبت وخوطبت، أصلا أنت مخاطب وأنت سمعت وانتهى الأمر، خطبت وخوطبت وخاطبت فأجبت، ألست بربكم أسكرت روحك وضمدت جروحك، أحيت مواتك وأدركت فواتك، قامت بك وأقامتك وسكرت بها فيها، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تقبل لنفسك الغفلة. أنت قلت له بعد أن سمعته بغير واسطة، قلت له بلى. هذه بلى ما هي؟ هذه الحب. بلى شهدنا. أنت لست فقط متصل بالمحبوب من أول يوم، أنت مشاهد للمحبوب شاهد. فالحب فيك في أصلك مغروس، لا، أنت من الحب مصاغ، بقي فقط أن تنتبه من غفلتك.